جديد يقربنا من الخامس من نوفمبر. كاملا هاريس في مواجهة دونالد ترامب في سباق الوصول إلى البيت الأبيض. أحدث الأخبار والأرقام والفرص في الانتخابات الأمريكية معي راوية القاسم. أهلا بكم. البداية بأبرز العناوين. Madam Vice President, how will you handle it on this main stage if Trump decides to launch a personal attack? يوم على المناظرة. هاريس تدرس مناظرات ترامب السابقة ومصادر تؤكد أنهما أو أنها انتظرت اللحظة منذ انسحاب بايدن. وترامب يتعهد بألا يسمح لهاريس بمقاطعته ويستعين بأحد صقور الجمهوريين للاستعداد. In an attempt to shake it down because you can't win with the American vote. والرئيس السابق يبدأ التشكيك في نتائج الانتخابات قبل بدايتها ويشير إلى تزوير في التصويت بالبريد. اللحظة الأكثر أهمية في السباق الانتخابي تقترب. سيكون ذلك أول لقاء شخصي بين دونالد ترامب وكاملا هاريس، رغم أن بينهما الكثير من التصريحات والاتهامات والإهانات أيضا. على مسرح المناظرة في المركز الوطني للدستور في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، سيخرج كل مرشح خلاصة تدريبه على هذه المواجهة. كاملا هاريس لا تزال في معسكرها المغلق للاستعداد، وإن رصدتها الكاميرات وهي تخرج قليلا من فندقها وتؤكد أنها مستعدة. تقول مصادر في حملة هاريس لسي أن أن إن المرشحة الديمقراطية درست جميع المناظرات الرئاسية التي خاضها ترامب، ثلاثة مع هيلاري كلينتون في عام 2016 ومناظرتان مع بايدن في عام 2020 والمناظرة الشهيرة مع بايدن في يونيو الماضي. ويقول مساعدوها إن فكرة المناظرة مع ترامب تسيطر عليها منذ اللحظة التي أنهى فيها بايدن محاولته لإعادة انتخابه نهاية يوليو. ويبدو أن الديمقراطيين يتحسبون كثيرا لهذه المناظرة. هذا ما قاله بيت بوتيجيج وزير النقل الأمريكي والمرشح للانتخابات التمهيدية للرئاسة عن الحزب الديمقراطي عام 2020. Well, I think the main task will be to make sure Americans understand the difference in visions and are reminded that they already agree with her on the issues that matter most to them. But that's going to be challenging. I competed with her for the Democratic nomination, and I had the honor of being involved in her debate preparations against Mike Pence. She is a very focused and disciplined leader, but it will take almost superhuman focus and discipline to deal with Donald Trump in a debate. It's no ordinary proposition. Not because Donald Trump is a master of explaining policy ideas and how they're going to make people better off. It's because he's a master of taking any form or format that is on television and turning it into a show that is all about him. على الجانب الآخر، تؤكد قناة ABC أن ترامب يحضر بالفعل المناظرة رغم تأكيد مستشاريه إلى أنه لا يحتاج لذلك. كما قالت المصادر أن ترامب على اطلاعه وعلى اطلاع على مناظرات هاريس السابقة بما في ذلك هذه اللحظة. And the truth and the fact is Joe Biden has been very clear. He will not raise taxes on anybody who makes less than $400,000 a year. He said he's going to repeal the Trump tax cuts. Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. Be important if you said the truth. ترامب شهد هذا وقال إنه لن يسمح أبدا بحدوث ذلك له، الأمر شخصي للغاية. تقول المصادر لABC إن ترامب يعقد جلسات سياسية غير رسمية مع فريق صغير من المستشارين، منهم النائبة الديمقراطية السابقة تولسي جابارد التي واجهت هاريس بقسوة في مناظرة الديمقراطيين عام 2020، وأيضا اسم آخر غير متوقع هو النائب الجمهوري المحافظ مات جيتس، وهو الاسم
الذي اشتهر بقيادة تمرد مجموعة صغيرة من الجمهوريين في مجلس النواب لعزل رئيس المجلس الجمهوري أيضا كيفن ماكارثي. يذكر أن ترامب طلب من الجمهوريين آنذاك الوحدة واتصل بغيتس لحضه على التراجع، لكن الأخير أصر على عزل كيفن ماكارثي. ربما أعجب ترامب بروح التحدي فيه، مثلما فعل غيتس أيضا مع كيفن ماكارثي بعد عزله، وذلك في مؤتمر الحزب الجمهوري في يوليو الماضي. Hey, you're not. If you took that stage, you would get booed off. You would get booed off the stage. He said you would get booed off the stage. What's your response to him? Well, you know, he looks very unhinged. I mean, a lot of people have concerns about him, and I'm not sure if he was on something, but I do hope he gets the help that he needs. وتنضم إلينا من أمام المركز الوطني للدستور في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، حيث ستقام المناظرة، مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. أهلا بك معنا نادية. المشهد من عندك، ما الذي يقال عن الاستعدادات الأمنية وأيضا استعدادات المناظرة؟ الاستعدادات الأمنية مشددة كما ترين، هناك متاريس، هناك إغلاق للشوارع، لن نرى حركة للمرور منذ الليلة وحتى ليلة غدا. طبعا كما تعرفين المناظرة ستجرى الثلاثاء الساعة 9 مساء، لكن هناك أيضا حضور مكثف للإعلام. وعلى فكرة في هذا المبنى خلفي لن يكون سوى 4 أشخاص فقط، لن نكون موجودين أنا وأنت، وملايين من الأشخاص سيتابعون هذه المناظرة عبر التلفزيون. لماذا؟ لأنه فقط هاريس وترامب ومذيعين ABC هم الذين سيكونون في هذا المبنى خلفي. طيب نادية، كيف يستعد كل طرف للمناظرة إن كان ترامب أو حتى هاريس؟ وبالنسبة للناخب الأمريكي، هذه المناظرة هل هي مؤثرة على قراره أم أصبحت عرفا لا أكثر؟ كانت عرفا في السابق، أبدأ بالعكس، لكنها الآن مهمة جدا لأن الجميع ينتظر هذه المناظرة التي في النهاية أثرت على بايدن واضطر أن ينسحب من هذا السباق. لذا أعتقد سيكون لديه دور كبير في التأثير على الناخب المتردد. لكن أبدأ من هاريس. هاريس معتكفة كطالب في المدرسة، تحفظ الدرس، هي موجودة في بيتسبرغ هنا في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة والمهمة بالنسبة لها، وهي كما ذكرتي تدرس كل المناظرات السابقة. وسنرى إذا كانت ستستخدم I'm speaking، لا تقاطعني يا ترامب لأنني أنا الذي أتحدث، وطبعا لأنها سيدة، وسنرى هذا السيناريو الذي تكرر مع هيلاري كلينتون ولم تكن قوية في وجه ترامب، وسنرى إذا كان ترامب يستطيع بالفعل أن يستفزها. بالنسبة لترامب كما ذكرتي هو مستمر أصلا في التجمعات الانتخابية، لكن يتحضر أكيد، وهو يقول بأنه ستكون المناظرة سهلة بالنسبة له لأنه استطاع أن يقضي على الرئيس بايدن ويخرجه من السباق، والآن لديه هاريس. لكن بالنهاية ما تحاول هاريس أن تقوم به هو أنها المدعية العامة التي ستقف أمام هذا الشخص الذي تصفه بالمجرم والذي ارتكب الكثير من الجرائم، وهي ما قامت فيه على مدى عقود في كاليفورنيا عندما كانت مدعية عامة. لكن الكثير من يعني الإثارة في هذه المناظرة، وسنرى معا ماذا ستكون النتائج. نعم نادية، من ناحية أخرى، لكن قبل ذلك أريد أن أقول شيئا إضافيا. تفضلي. نسيت، أريد أن أقول أيضا بأن مستشار الرئيس ترامب وهو الذي عمل معه سابقا يعمل معه الآن قال بأنه لا يمكن لهاريس أن تبتعد أو تنسلخ عن مشروع بايدن، وهي مرتبطة تماما. صحيح. نريد أن نستمع لما قاله. نعم. في هذا الكليب. Yeah, but Howie, here's the difference. She can run from the Biden administration and the failures that she's been part of, but she can't hide. And we can go back and look at her tenure, whether it was the Attorney General time or when she was in the U.S. Senate, or now as the Vice Presidency. She's never been a leader. She should not be promoted. She's continuously changed her position. Some say lie about her positions when it comes to the border wall or when it comes to fracking or when it comes to no tax on tips. She continuously takes over the Trump agenda on the positions that Donald Trump has, that he's articulated to the American people, because she knows that the agenda that she and her boss, Joe Biden, and her running mate, Tim Walz, have are so outside of the mainstream that she's unelectable because of it.
نادية، من جديد، ما هي أهم الملفات التي ستكون جدلية في هذه المناظرة؟ لأنه هناك مشروع 2025، الاقتصاد، الحدود، المهاجرين، الإجهاض، ويعني بالنسبة للناخب الأمريكي، ما الإجابة الملحة التي ينتظر أن يسمعها من هاريس ومن ترامب؟ هذا يعتمد راوية بالدرجة الأولى على مذيعي ABC. هل سيسألونها أسئلة صعبة؟ هل سيضعون الرئيس أيضا في مواقف محرجة أم لا؟ نتوقع بالفعل أن يسألوا كل هذه الأسئلة، لأنها تدور في خلد وفي ذهن الناخب الأمريكي موضوع الاقتصاد الذي لا يزال ترامب يتربع على رأس الهرم فيه رغم كل استطلاعات الرأي. وعلى فكرة هو متقدم حتى بنقطة واحدة ضمن هامش الخطأ، لكنه متقدم. موضوع الاقتصاد مهم جدا، خصوصا هنا في بنسلفانيا. موضوع أمن الحدود كما ذكرتي، الإجهاض مهم جدا. نتوقع بالفعل، لأنهم بالنهاية مذيعان متمكنان، سيسألان كل الأسئلة التي يريد الجميع أن يسمع إجابة لها، أنا وأنت والناخب الأمريكي، وسنرى كيف ستوجه هذه الأسئلة. طبعا كما نعرف بأن الرئيس ترامب انتقد ABC وقال بأنها منحازة للديمقراطيين. سنرى كل هذه التفاصيل في ليلة إثارة تعدنا بها هذه المناظرة ليلة غدا الثلاثاء، وسنكون بتغطية خاصة معك أيضا يا نادية. أنا انتهى وقتي، ولكن باختصار شديد لو سمحتي، ما السؤال الذي لم يسأل لترامب في المناظرة السابقة مع بايدن؟ السؤال الأصعب. وضعتني في موقف حرج الآن، لا أستطيع أن أتذكر. طيب خلاص، غدا أعتقد بأنه أهلية الرئيس، خليني أفكر فيه مرة ثانية. غدا الإجابة، غدا. شكرا جزيلا لك يا نادية. مستمرون معكم، ولدينا بعض الفاصل. أغلبية الأمريكيين يعتقدون أن ترامب لا يقبل بنتائج الانتخابات إذا خسر. أهلا بكم من جديد. بعد نحو أسبوع من الآن تبدأ ولاية بنسلفانيا المتأرجحة والمهمة للغاية الفوز بالبيت الأبيض. ستبدأ التصويت بالبريد، ويبدو أن ترامب أيضا من الآن بدأ التشكيك في نزاهة الانتخابات. عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال يقول ترامب: تاكر كارلسون أجرى مقابلة مع أحد خبراء الانتخابات وأكد أن 20% من بطاقات الاقتراع بالبريد في بنسلفانيا مزورة. ويضيف ترامب: أين وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي؟ سنفوز ببنسلفانيا إذا لم يسمح الديمقراطيين بالغش. تصريحات لا تختلف كثيرا عن تصريحاته في انتخابات 2020 التي خسرها، وأكد حينها أيضا أن التصويت بالبريد شابه الكثير من المخالفات والتزوير. لكن في إبريل الماضي قال ترامب إنه يشجع أنصاره على التصويت الغيابي والمبكر في محاولة لجمع أكبر قدر من الأصوات، لكن بتصريحه الجديد يبدو أن انه يعود الى موقفه السابق. Ballots, we want to go voter ID, same day election. No more mail-in ballots. We don't want. مثل هذه التصريحات يصفها الديمقراطيون بأنها تهدد الديمقراطية، وهو أيضا ما تؤكده ليز تشيني ابنة نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني، التي أعلنت أنها ووالدها سيدعمان كاملا هاريس في سباق نوفمبر. I've never voted for a Democrat. Wow. It tells you, I think, the stakes in this election. Donald Trump presents a challenge and a threat fundamentally to the Republic. We see it on a daily basis. Somebody who was willing to use violence in order to attempt to seize power, to stay in power. Someone who represents unrecoverable catastrophe, frankly, in my view. And we have to do everything possible to ensure that he doesn't, that he's not re-elected. لكن الجمهوريين يؤكدون أن السردية القائلة بأن ترامب يهدد الديمقراطية مغلوطة إلى حد كبير. وإن كان هناك من يهدد الديمقراطية فهو الحزب الديمقراطي لهذه الأسباب. I don't understand this notion that Donald Trump is a threat to democracy. He went through a competitive primary process
on two separate occasions, including this year. He won more votes than any candidate in the history of the Republican Party. The people have chosen him to be the nominee. And you look at what Kamala Harris has done. She has been anointed by the Democrats, never went through the process, kicked Joe Biden off the ballot because we saw his terrible debate performance that Donald Trump completely destroyed him on. And so the real threat to democracy, you remember this, Howie, they tried to keep Donald Trump off the ballot in some of these battleground states. That's a threat to democracy. حسب استطلاع للرأي لقناة ABC يعتقد 67% من الناخبين أن دونالد ترامب غير مستعد لقبول النتيجة إذا خسر، مقابل 29% فقط يعتقدون أنه سيقبلها. كما يرى الاستطلاع أن 33% من الأمريكيين أنفسهم غير واثقين من أن الأصوات سيتم فرزها بدقة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن فيليب كراولي المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكي. أهلا بك معنا سيد فيليب. ترامب هدد عبر تروث سوشيال بملاحقة مسؤولية الانتخابات وأيضا إصدار أحكام طويلة بالسجن إذا لجأوا إلى الغش في انتخابات هذا العام. إلى أي مدى تعتبر بأنه مخاوف ترامب بشأن الانتخابات وتحديدا الغش مشروعة؟ وهل التصويت بالبريد آمن؟ أعتقد أن كل الأدلة بأن هذه الانتخابات ستكون آمنة كما كانت في 2020 وفي 2016. دونالد ترامب استمر بتوجيه هذا الاتهام لأنه يرفض أن يقبل أن يتقبل بأنه خسر الانتخابات السابقة، وبالتالي هذه حجة وضعها ترامب على مدى 8 سنوات، لكن ما من دليل يدعمها. طيب سيد فيليب، أيضا محامية ترامب ألينا حبة تدعم نظرية ربع ملها بشأن هذه الانتخابات وبأنه هناك مخاوف لدى الحملة بأنه ستكون غير نزيهة، فلنستمع لما قالت. We have filed over 100 suits since 2023 to make sure that in each state we are deploying all lawyers to help back the Constitution and the right to vote when you have the right to vote, not to flood illegal aliens into this country in an attempt to shake it down because you can't win with the American vote. We know that's what they're doing. That's why they're against these acts that are going to protect what is already law, that American citizens should vote. So yeah, the DOJ is absolutely interfering in the election. This is not the first or the last time we'll see it, but I assure you, when Donald Trump gets in, he will clean it up and make sure that America is no longer afraid of the exact people that are supposed to protect us. إذن سيد فيليب، كما استمعنا المحامية تتخوف من تصويت المهاجرين تحديدا، هل ذلك ممكن؟ والأهم، لماذا يثير تصويت غير المواطنين مخاوف الحزب الجمهوري؟ لا أدري لماذا لديهم هذا القلق، ف 50% من الأمريكيين سيشاركون بالتصويت في نوفمبر، وكل المرشحين يأملون أن يكون عدد الأمريكان الذين سيشاركون عددهم أكبر وأكبر، وبالتالي يجب أن يكون هناك الجهات الأشخاص الأكيدين. وكذلك وعندما دخلت في فيرجينيا في نوفمبر يكون هناك دائما محامي يمثل الديمقراطيين والجمهوريين ويتأكدون من هويتي ويتأكدون أنني ناخب مسجل، وهذه هي الإجراءات التي تتم فيها الانتخابات الأمريكية في أنحاء البلاد. أعتقد أن نظامنا سليم، وإن عدنا ل 2020 كان هناك بعض الاتهامات من حملة ترامب رعتها أصوات من جولياني أيضا، وكانوا يتحدثون عن جورجيا وعن تزوير، وهذا فيه تشهير بالعمرية، وجولياني يواجه تبعات بشعة بسبب ذلك. نعم. فقول هذه المعلومات لا يعني أنها صحيحة. شكرا جزيلا لك فيليب كراولي المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية.
وصلنا لنهاية برنامج الانتخابات الأمريكية لهذا اليوم. اللقاء يتجدد غدا بملفات جديدة، فإلى اللقاء.